تفضل. السلام عليكم حضرة النائب. مراد أهلا وسهلا، خير إن شاء الله؟ خير خير. أنا فيدات صاير بيوم 25 آب من سنة 2012. أنا وقت قتلت أخو زوجتي وحارسي الشخصي سالم زورلو، هو تجرأ وحاول يهرب مرتي وابني مني فقتلته. إيه؟ يا أهلين وسهلين. شكراً، أهلين فيك. تفضل. تركان، شو وينو صاركن؟ طلعت له شغلة بس ليكو رح يوصل. شي طبيعي يا مرا، عم يقولوا إنه هالزلمة مدير كبير، بس مو شايفتيها غريبة إنه يطلع له شغل بيوم كتب الكتاب؟ راسم يا سكوت يا أما امشي. جميل سكوت، روح شوف المأذون وأنا رح شوف بنتك نظر. كم مرة قلت لك ما تتدخل بشي مو شغلك؟ ما شاء الله طالعة مثل القمر. عريسك وينه بنتي؟ تأخر. ناجية وجوزها بلشوا أسئلة. إيه دخيلك عادي، لقوا شغلة يحكوا فيها، هي عادتهم. يلا يلا بدل ما تسمعيني حكي اتصلي فيدات وشوفي وين. أنا جيت. تركان خانم، أهلي، زوجة المستقبل. وأخيرا جميل بيك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، فرحت لأنك موجود بكتب الكتاب. الله ما حرمني من هاللحظة. بما أنه الكل موجودين فصار فينا نبلش، ما هيك؟ تفضلوا. شو هالحلا كله؟ اللي كان ناقص انه ننحبس. انتي والبابا بتحبوا بعضكم مزبوط؟ يا ريت لو ما بتحبي جيلان، لان اكيد رح يأذيكي بعدين. مستحيل، إذا قلت لك إنه هذا الزلمة وحش بدك تصيري تخافي منه كتير، لأنه أنت صغيرة مو كبيرة مثلي. إيه بس بوعدك أحميكي على طول. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.